إلى شمال البلاد، حيث تتواصل في مدينة زويرات الحملة التحسيسية التي سبق وأن أطلقتها السلطات الجهوية على مستوى الولاية ضد مخاطر البذخ في المناسبات الاجتماعية، والتي تتضمن تنظيم سهرات أسبوعية في أماكن عمومية وأحياء مختلفة داخل المدينة. في هذا السياق، حضر حاكم مقاطعة زويرات السيد محمد محمود المحمد عبد الله بساحة المدرسة رقم 6 فعاليات أمسية خاصة بسكان الحي، تناول المتدخلون فيها موضوع البذخ في المناسبات الاجتماعية بين الواقع والصعاب وإكراهات المجتمع، ودعوا المواطنين وخاصة النساء إلى إعادة النظر في بعض المسلكيات العبثية التي استحوذت على المجتمع وأصبحت جزءا من العادات غير الحميدة التي يلاحظ المجتمع أنها أرغمت العشرات من الأسر الضعيفة على تحمل ما لا يطيقون في المناسبات الاجتماعية، داعين الجميع إلى الكف عن هذا النوع من الممارسات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد الأشياء العزواني بهذا الخصوص. فقرات هذه السهرة تضمنت إسكوتشات هادفة عالجت الموضوع بأسلوب مسرحي يحاكي الواقع المعاش ويوجه الحاضرين نحو الصواب. كما تميزت السهرة أيضا بوصلات مديحية استمرت إلى وقت متأخر من الليلة.